فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ابدا بتحديد مقابلات الدور النصف النهائي بعد ترشح الملعب التونسي والنادي الافريقي البارح، وثم بعد نعطيكم تفاصيل الترشح اللي جات من ملعب بن جنيت وايضا اولمبي سوسا. مقابلات اللي باش تلعب في الدور النصف النهائي الاولمبي البيجي ضد الملعب التونسي، والنصف النهائي الثانيه نادي راضي البنزرتي ضد النادي الافريقي. مقابلات باش تلعب نهار الاربعاء بعد غدوه، والنهائي لختام الموسم باش يكون 30 جوان في رادس. على الميدان البارح الملعب التونسي بإقناع كسب الترشح نتاعو، رغم أن الترشح بالطبيعة اللي جابو من سوسة أمام النجم الرياضي الساحلي. مقابلة كانت مثيرة في الأهداف نتاعها، في العدد نتاع الأهداف، في المقابلة اللي كان أداها فريق الملعب التونسي وكسبها 4-2 بعد تعادل في الوقت القانوني 2-2 دوبلي هيثم جويني، حمزة بن عبدة وفرج بن نجيمة ضد مرمى، بينما النجم الساحلي سجل لؤي بن حسين وحمزة جلاسي اللي كان عادل به 2-2. اش قال مدرب الملعب التونسي حمادي الدو على ترشح هذايا والانتصار؟ سوسه اللي جات الفرح نعرفوا لانه غازي صغير، النجم الساحلي يبقى النجم الساحلي، فريق كبير صاحب التتويجات نعرفوا هذايا وعنده فرديات كبيره برشا، لكن حسب رايي انا الروح العاليه نتاع اللاعبين، انهم اللاعبين ما يحبوش السيزون توفى اليوم، يحبوا يكملوا من الاخر جوستو بو، على خاطر الرجال، على خاطر مواضيع كبيره، يحبوا الفريق نتاعهم. اليوم اللي يعمل فارق حسب رايي انا هو القوة الشخصية تاع اللاعبين، الانضباط نتاعهم، لوفي الكبيرة انهم يتعداو للدور القادم في الكاس، انهم وهذا اللي صار رغم صعوبة المقابلة، سجلنا رجعنا المنافس عدينا فترات صعبة، وهذيك هي حلاوة الكاس، الشارع نتاع الكوب مش سهل. في المقابلة نتاع الملعب التونسي والنجم الساحلي كما قال المدرب حمادي داو الامور ما كانتش سهلة، كما ايضا في مقابلة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري اللي فاز فيها النادي الافريقي بهدفين مقابل هدف. شهاب الجبالي الاتحاد الرياضي المنسيري الاسبقية كانت للنادي الافريقي عن طريق اللاعب حسيمة السويسي، وبسام اسرار في حسم ترشح للنادي الافريقي اللي كان كمل ب 10 لاعبين بعد اقصاء اللاعب العمراني. الانتصار هذايا والترشح يتحدث عليه المدرب فوزي البنزرتي. كنا احنا في مسير المقابله ما كنا مركزين، والله معناتها تشوف معناتها ال 10 دقائق الاولانيين معناتها تحكمنا احنا في مسير المقابله ما كنا مركزين، كنا معناتها موجودين معناتها ما خليناهمش يلعبوا لعبهم، لان بالنسبه لي معناتها اهم شيء معناتها في مقابله كره القدم اول شيء معناتها هو برتيربي لو بلون دو ليكيب ادفيرس، معناتها هذايا اللي صار معناتها من اللوط، بطبيعه الحال معناتها سجلنا هدف المخالفات لان نحن برشا معناتها البلاغاتي، فانت كنا نجموا نسجلوا حتى هدف ثاني لكن مع ضباط جاء التعادل على بقاء في نصف الشيء، فهمتني بعدين ولينا نلعبوا ب 10 كان التعامل معناتها صعيب جدا، اهم شيء بالنسبه لنا كان معناتها الدفاع يكون حصين وحصين جدا، وهذا معناتها خادمينهم ملاعبيه وضربوا لي عده مواسم، انا بالنسبه لي ما عندكش دفاع معناتها قوي ما عندكش فريق. نعم ذكركم باللي بديت بيه بتبيع القرعه نتاع الادوار النصف النهائيه بعد المقابلات اللي كانت لعبت البارح، وهي كان دور ربع نهائي على امتداد 3 ايام. النصف النهائي اذا نهار الاربعاء الاولمبي البيجي ضد الملعب التونسي في انتظار تحديد وين المقابله باش تلعب، والمقابله الثانيه نادي راضي البنزرتي ضد النادي الافريقي. كرة السلة لتحديد بطل الموسم غدوة الجيم فور بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري، يا اما نمشيو لمقابلة خامسة يعني تعديل النادي الافريقي، والا اذا كان يفوز الاتحاد الرياضي المنسيري يعني لقب البطولة باش يكون من نصيبه، لانه الاتحاد عنده اسبقية بزوز مقابلات مقابل مقابلة للنادي الافريقي. موسم الباسكيت مازال مطول بما انه تم تمديد الى 6 جويليا بالنسبه للكبار و17 جويليا للكبريات، مازالت مقابلات الدور نصف النهائي للكاس وايضا النهائي. نصف نهائي الكاس 29 جوان الاتحاد الرياضي المنسيري ضد النجم الساحلي، والنادي الافريقي يلعب ضد النجم الراتسي. بطولة الموسم القادم تم تحديد وقت اجراءها، البدايه ستكون 4 سبتمبر. خارج تونس مازال مشكل مقابلة الموسم في مصر، مقابلة الأهلي والزمالك مفروض تلعب نهار 3 في إطار منافسات الجولة 27، وين المشكل؟ فريق الزمالك رفض وأنه يلعب المقابلة، رفض أنه يكون موجود في الملعب لأنه يستنى انتظام الجدول وخوض الأهلي المصري لكل مقابلته، عنده 6 مقابلات الأهلي المصري ناقصين في الجدول، والأهلي قاعد يدرب عادي باش يمشي الملعب عادي باش يلعب سونتر باش يخرج الزمالك المصري خاسر في المقابلة.
ذكركم الأهلي هو ترتيب الثاني وراء بيراميدز ترتيب 42، بيراميدز الأولانية ورصيده 42 نقطة، بيراميدز تقريبا 20 نقطة بيناتهم، والزمالك في موسم سيء جدا ترتيبه العاشر ب 34 نقطة. في اللورو الجولة الثالثة جولة الحسم بالضرورة باش تكون مشوقة ومثيرة، وكل منتخب يلعب حظوظ والأخيرة. هذا اللي صار في المجموعة الأولانية مع المستضيف ألمانيا اللي هي كانت مترشحة منذ زوج جولات الأولانيين. ألمانيا البارح لعبت ضد سويسرا، كانت حتى اللحظات الأخرانية منهزمة، يعني الصدارة خسرتها. في الأخير ألمانيا تعود وتمكن من التعديل، وقال توني كروس نؤمن بأنفسنا حتى النهاية. هذه هي ألمانيا تبقى دائما في صدارة المجموعة بسبع نقاط، سويسرا 5 نقاط، لكن الجديد في المجموعة هذه وأنه ممكن يطلعوا منها 3، بما انه المجر احيت كل امالها بالانتصار البارح في المقابله اللي جمعتها بسكوتلندا، عندها في رصيدها 3 نقاط، وممكن تكون المجر واحده من بين 4 منتخبات ترتيبهم الثالث ترتيب الافضل. اليوم في المجموعة الثانية مازلنا مع مقابلات، زوز مقابلات في اليوم، 8 متاع الليل كرواتيا تلعب ضد ايطاليا، والبانيا تلعب ضد اسبانيا. بتبيع اسبانيا مترشحة في المجموعة متاعها بعد اقناع كبير، خاصة في لقاء ايطاليا حاملة اللقب اللي كانت خايبة امل كبيرة، بينما ايطاليا ب3 نقاط تلعب مقابلة صعبة جدا ضد كرواتيا اللي عندها في رصيدها نقطة. نقعد نستناو المقابلات متاع الليلة، ومن غدوة نبداو نلعبوا 4 ماتشات في النهار من زوز مقابلات. غدوة دخول الدنمارك، انجلترا، هولندا، فرنسا، ونعرف انه مجموعه فرنسا صعبه بما انه تحتل الصداره مش وحده، هولندا خير منها بفرق الاهداف 4 نقاط، والنمسا اللي ما زالت محافظه على حظوظها كامله. في الكوبا امريكا دون مفاجآت، البنما ربحت، واليوراغواي ربحت بنما 3-0، والبارح دخول ناجح الولايات المتحده الامريكيه الدخول الاول رغم انه هي المستضيفه بفوز على بوليفيا ب2-0. ليله 11 متاع الليل كولومبيا تلعب ضد الباراغواي، وبعدها دخول السيليساو، وان شاء الله نهار 3 فجر او 4 فجر المنتخب البرازيلي يلعب ضد كوستاريكا، وختامها البيرو ضد كندا. لنعود منين بدينا بتبيعه مع دخول الارجنتين لقائد الجوله الثانيه اللي تبداها ضد منتخب الشيلي. وصلت معكم لختام موعد هذين، نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادم، عشان نهاركم زين. اجمل تحياتي نجوى طالبي. تسمعوا برامج الاذاعه الوطنيه على الاف ام وعلى راديو ناسيونال. يوم سعيد. يوم سعيد.